مشاهدينا اليوم في فقرتنا وعلى غير العاده عودنا ولينا الى فقره هاشتاغ. لكل رسائلكم وطلباتكم اللي توردنا عبر الصفحه الرسميه لبرنامجنا، وعليها اخترنا وانتقينا بعض الرسائل باش نناقشوها اليوم في سهرتنا. اول طلب راح يكون السيد ايمان، من فضلك اول طلب ان امكن. إذا أول طلب يقول: لدي قضية الورد، عمي دار فريضة وحده بلا ما يدير أبي الله يرحمه، وراه يقولنا بلي ما عندكمش حق عندي، ويريد المساعدة ومن الأستاذ أنه يتكفل بالقضية كذلك. والله الأستاذ لن يتكفل بالقضية، كاين مئات المحامين وأخيار. الأمر بسيط، يعني الفريضة هذه غير قانونية وغير مطابقة للقانون. يروح القاضي شؤون الأسرة يطلب إلغاء هذه الفريضة على أساس أنها ما دارش كل الورثة. وقاضي شؤون الأسرة يستجيب له ويلغي له هذه الفريضة طبعا، وفي انتظار تحرير فريضة جديدة. هذا ماهوش أمر صعيب والقانون واضح. نواصل إيمان إن أمكن. رسالة ثانية: السلام عليكم، أنا معاق حركيا بنسبة 100% نتيجة مرض عضلات، وأنا أعاني من شلل رباعي منذ الطفولة، زد على ذلك التهميش والحرمان الذي تشهده هذه الفئة في ظل الوعود الكاذبة. لم يعد يتحمل الوضع، كما أني بحاجة لكرسي متحرك كهربائي، فأنا استفدت من كرسي. هذا يريد أنه هذا استفاد من كرسي، ولكن بسبب انعدام الممرات في الطريق تعرض إلى حادث، وهو بحاجة إلى كرسي متحرك كهربائي. نديروا نداء لأهل الإحسان وأهل الخير، هذا رجل معوق بحاجة إلى كرسي متحرك كهربائي. ولكن نقل ملاحظة مهمة، أنه ما عندهمش ممرات خاصة، يعني هو كان ممرات باش يمشيوا الناس على رجليهم. صحيح، الله يحفظك. ولكن الملاحظة قليل اللي ينتبه لها، هو يطلب كرسي متحرك يمشي بالكهرباء. أنا سبق لي أني أحد المحسنين بعث لي كرسي متحرك يمشي بالكهرباء، مديته لأحد المعوقين. لكن الكهرباء ولا تجيه بالملايين، يعني يتعمر بالكهرباء ولا يعمر من الجامع. وقلت لي أيضا الشيخ أنه لما سلمت له ما دخلش البيت يومين. الله يحفظك. أما لا، أنا ننصح الأخ الكريم إذا تقدر تمشي بدون كهرباء أفضل، لأنك يتعمر لك بالكهرباء وما تولي تجيك الكهرباء غالية وتولي في مشكل. يعني نواصلوا. نعم للشيخ شمس الدين، هل تعجوز المعرفة في التوظيف؟ المعرفة إذا كان يعرفك كفء وتصلح لها الخدمة يخدمك، إذا كان يعرفك ماشي كفء وما تصلحش لها الخدمة ما يخدمكش. إذا كان المعرفة بهذا المعنى تجوز، ما كاش حاجة ماشي قائمة على المعرفة. المعرفة هي أني نعرفك. واحد النهار أحد رؤساء البلديات عندها قريب 30 سنة تهمني، قال لي أني سمعت بلي أكتمد بالمعرفة. قلت له نعم، لنعرفه فقير نعطي له، لنعرفه كاين له ما نعطيلوش. نعم. المعرفة بهذا المعنى صحيحة، ولكن أنا أظن أن الرجل يقصد بن عمي، ما يقصدش المعرفة في حد ذاتها. يعني واه كاين منصب، وإنما يروح واحد يخدم محاباة واحد من الأقارب تاعو وهو ليس كفءاً. نعم. أنا نقول لك القضية قضية كفاءة، إذا أنت كف، إذا أنت كف لهذا المنصب تديه، إذا أنت لست كفءاً ما تديش. هذا الذي تقرره الشريعة. سؤال آخر أم نكتفي بهذا القدر؟ السلام عليكم، سؤال موجه للشيخ شمس الدين. تعرفت على شخص أراد خطبتي، لكن أمه رفضت منذ سنوات ولم ترضى، وقالت له غير هي لما تخش للدار، حرمته من جميع الأملاك، طردته وبسبب كرهها لي تذهب وتقطع في عرضي وشرفي عند الجيران، هل يجوز زواجه بدون رضاية والدته؟ وأنت هل تقبلي تتزوجي براجل مهما تحبكش وما راهيش حباتك وقالت لك مانيش حابك تجي لداري غير انت ما تدخليش لداري؟ تانيك سالي نفسك. نعم شرعا يجوز لرجل ان يتزوج بلا رضا تاع يماه، شرعا يجوز، ولكن يعرض نفسه لدعاوي الشر. وعلاه؟ انت يا خلاص الرجل هذا المشكله في كلمه تعرفت على رجل. لو كان قعدتي عاقله طرانكيل بعيده على هذه المشاكل ما تعرفي على حتى رجل، راكي في داركم حتى يجي يخطبك. لكن انت تعرفتي على رجل ويماه ماهيش حباتك، اما يعصي يماه وهذا عقوق للوالدين ويديك، واما ما يديكش وتولي انت في عذاب وفي مشكل ويولي هو لعله يصاب بالجنون. انا انصح هذه الام، واش نقول لها؟ اذا كان ماكيش حبتها بسبب شرعي، بسبب شرعي، قال طفله سراقه ولا كذابه ولا منافقه ولا، هنايا شرعا عندك الحق وكملي على الموقف تاعك. اما اذا كرهتيها بسبب ماشي شرعي، قال ما يش من القبيلة تاعنا، ما يش من القرية تاعنا، بسبب ماشي شرعي،
فعليك أن تستغفر يا أمي وخلي وليدك يتزوج إن شاء الله. أستاذ في الختام واش تقدر تقول؟ يعني حالات ككل نعم حالات كثيرة تمر علينا حالات كثيرة. نظن بأنه في كل مرة نتحاور أنا والشيخ نقول له بلي حبيت في يوم من الأيام يعني يكون الضيف من ولا المتسائل ما يسألش على أمور دنيوية بمعنى ماشي معنى ديني ولكن أمور تكون أكثر متعلقة بالأخلاق وبالأمور اللي تخص مشاعر الناس ولا أحساسهم يعني بعيدا عن المال يعني هذا هو يعني يتلقى الحوار إلى نعم يعني لأمور يكون المستوى فيها يكون من ظنش ولكن كل شيء مرتبط بالمال اليوم أصلا لا الدنيا الحياة ليست كلها مال بالنظر إلى كل ما نشوفه ومعاني الحياة ليست كلها مال أكيد طبعا يعني هذه صحيح الحقيقة صحيح. شيخ في الختام وهل توافق الأستاذ؟ يعني أنا موافقه بجانب صح ماشي مانيش موافقه لا لا وإنما نزيد على كلامه أن ما دام أنا في الحياة الدنيا فمشاكل الناس تتعلق بالحياة الدنيا يعني هذا هو قضية الميراث قضية الخيانة الزوجية قضية التزوير قضية المشاكل الطبية هذه الحصة تعالج مشاكل الناس في هذه الدنيا إن شاء الله تكون دائما حصة تعليمية الكل مشاهدين لم يتابعوا فينا كل أوفياء برنامج ما وراء الجدران. بهذا مشاهدين نكون وصلنا إلى ختام عدد سهرة اليوم. أرقامنا كل عادة تظهر أسفل الشاشة 38-01 كاين أشخاص مكلفين يسمعوا كل انشغالاتكم ننقلوها وزميلتي إيمان جوادي تدرسها حالة بحالة باش نعرضها في بلاتو ما وراء الجدران. إن شاء الله نتلقوا بكم الأسبوع المقبل دمتم في أمان الله وحفظه.